جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع سوداني رمز إلى اسمه بالحروف حاء عين ألف يقول: إنني متزوج ولدي أبناء وزوجتي تسكن مع أهلها، أرسل لهم المصاريف ومن بين ذلك قيمة الأضحية وأقول اذبحوا لكم أضحية خاصة، لكن البيت كله يكتفي بأضحية واحدة، فما هو توجيهكم؟ يحفظكم الله. لا بأس بذلك، إذا اقتصر أهل البيت على أضحية واحدة فلا بأس بذلك، وتكون لمن نويت له الأضحية، تكون لمن نويت له الأضحية، فإن نويت عن أهل البيت كلهم أي أجزأت عنهم، وإن نويت لبعضهم فإنها حسب النية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نووها عن أهل البيت كلهم وذبحوها فإنها تكفي أضحية واحدة، نعم، وإن ذبحوا أكثر منها فلا بأس بذلك، ولكن الأولى عدم الإكثار من الأضاحي، الأولى عدم الإكثار من الأضاحي، نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. البيت يتكون من أسرتين، أسرته وأسرة أنساب الشيخ صالح. إذا نووها عن الجميع فلا بأس، ولو أكثر من أسرتين. ما شاء الله. إذا نووها عن الجميع فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. قلتم يحفظكم الله إن الإكثار من الأضاحي فيه مقالة أو لكم مقالة حول هذا الموضوع، لعل الناس قد غفلوا عن هذا الموضوع بل وصل حالهم إلى المبالغة في الأضاحي. شيخ صالح، لا ينبغي المبالغة في الأضاحي، لأنه يحصل المقصود وإقامة الشعار بأضحية واحدة في البيت وإحياء السنة بذلك، أما كثرة الأضاحي في بيت واحد من غير سبب فإن هذا خلاف الأولى، وكان الصحابة رضي الله عنهم يضحون الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، وحتى لما طال الزمان كما يقول بعض الصحابة تباهى الناس في الأضاحي، فكثرة الأضاحي ليس مرغبا فيها في بيت واحد.